يا مرحب يا مرحب يا مرحب، يا اهلا وسهلا، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد فعلا. يا اهلا بمنتجات الصينيه والالعاب الصينيه والناس الصينيه، بنسمع دايما عن كرامكم واخلاقكم، نفسي نشوف حاجه من الحاجات ديت يا فندم. يا كفى كفى يا اخي رغيا، لماذا ترغي كل هذا الرغي؟ فلتذهب الى الجحيم كي انام. اريد منك طلبا صغيرا. وما هو هذا الطلب؟ كنت اعاني من النحافه منذ الصغر، الى ان تم اكتشاف دواء فعال في الصين، دواء مدهش، دواء مبهر، دواء منجز. ارجو منك ان تحضره لي. ولماذا نحضره من الصين وانتم عندكم الحل الباهر؟ ما هو؟ مربة خرز البقر. هذا تحوير انا افهمه جيدا. انا صايع بحر، انت تحور من اجل التبس، اليس كذلك؟ نعم يا سيدي. برا برا بلا اولاد الابلسه، انتوا واكلينها ولعه، ده المنتجع شغال. ماشي يا فارس، انا هحصر كل الاموال اللي داخله وخارجه من هنا، لو بعد 20 سنه هتجيب الفلوس. معلش يا فندم، الاقي مربة خرز البقر فين؟ في اي زريب البقر. برا. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور، الله قمر بدر منور، كتر خيرك. عارفه والله لولا قلبي افتتح لك ما كنت جيت لك من وراهم ابدا دلوقتي. خير ان شاء الله، اتكلمي. سمعت انك هتتجوزي مستر فارس، فقلت اجي احذرك. مفيش ست بتيجي هنا الا لما يقول لها انا عايزه اتجوزك وتوافق. ساعه ساعتين والله ما بتكمل الثالثه، اول ما بتعرف حقيقته تاخد بعضها وتجري. ما فهماش تقصدي ايه؟ يعني ايه تعرف حقيقته؟ ما انا جاي احذرك من ايه؟ من الاخر كده مستر فارس بيمشي وهو نايم. واه وماله، هي دي يعني حاجه عفشه؟ طبعا عفشه، مش هتبقي مراته؟ هتبقي نايمه جنبه؟ مش خايفه اللي يغزك بينفك كده ولا بسكينه كده اللي يخنقك وانت نايمه؟ صح عندك حق، بس انا ما خايفاش، هبقى اربطه في السرير. اربطه؟ طب بصي بقى، ما وقفتش على كده وبس، من الآخر صاحب كاس. وماله؟ ربنا يهديه. طب خدي عندك التقيلة، مفيش ست فيك يا غردقة إلا وعدت عليه. إن شاء الله بعد الجواز ربنا يهديه. بقى أنت مستبيعة بقى بعد كل اللي قلتهولك ده، مش خايفة منه؟ واه، ما أنت كمان ما خايفاش منيه وعايزة تتجوزيه، صح؟ أنا؟ ما حصلش. مين قالك الكلام ده؟ المتر غلاب قال لي خلي بالك يا رئيسة، فيه هنه واحدة اسمها فريدة بتحب الأستاذ فارس وحتموت عليه، بس هو مش مستعنيها يا كبدي، وكل ما يجيله عروسة تطفشها بقى كده. طب والله لو وري مين؟ فارس ولا غلاب؟ التنين. لا خليك في غلاب، مش هسمح لك تمسي شعرة واحدة من فارس خطيبي. طيب أبقى خطيبك خلاص؟ بتقولي حاجة؟ ما بقولش، ممكن أمشي؟ تفضلي. عن إذنك. إذنك معاكي الشملولة المعدولة. مش هتعرفي تخلعي الحزام، ولو ما فجرتيش نفسك بنفسك الحزام هيتفجر تلقائي بعد 12 ساعة من دلوقتي. يا دي الواجع المطين الطين، الله يرحمك يا رئيسة، وفضلش غير ساعة زمن واحدة بس. واه خطانك يا زعفران، ما لقيتش يعني غير الرنة دي وانا كنت يعني ناقصة. ألو أستاذ فارس؟ أستاذ؟ معقولة نبقى مخطوبين وتقولي لي أستاذ؟ معلش لساني ما مطوعنيش أقول غيرك ده. وأنا كمان بصراحة بقى قلبي مش مطوعني نفضل مخطوبين لغاية دلوقتي. بقولك إيه؟ المأذون عايز يجوزنا خلال ساعة من دلوقتي. إيش عجب يعني ساعة؟ أصله بصراحة عايز يروح لمراته، وكمان أنا مش هلاقي مأذون غيره. حاضر، خمس دقايق وحجيلك، نتقابل في الوسعاية اللي جار الفيتش بار. لا 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 لا، أنا اللي هجيلك. أنا
ايوه متر، انا كلمت ريري خلاص. رئيسة يا عم، بقولك ايه، كاتب الكتاب النهاردة. عندك حق، الخطوبة طولت قوي، انا عايز فرح ما حصلش. ماشي، طب يلا يلا بقى، احسن جاي عليا ايه. ماشي، ترغيش بقى. ريري وحشتني قوي. انا ريري وتوحشتني، كتر خيرك. طبعا، ده انت قمر. ايه مالك ماسكه بطنك كده ليه؟ لا شويه مغص. لا الف سلام عليك. بصي احنا نكتب الكتاب واجيب لك دكتور عشان اطمن عليك. انا ما عارفاش انت مصمم على موضوع كتب الكتاب ده، ومصمم على الدخله اكتر. بس انا مش جاهزه. لا ده كل حاجه جاهزه، والمأذون زي ما قلت لك موجود ومستني. بس انا ما فاهماش، يعني انت كيف خليته قاعد هنا في الفندق؟ انت كنت عارف منين اني جايه؟ شفتي بقى، قلبي كان حاسس. بصي يا رئيسه، انا بصراحه مش عايز اكذب عليك، انا عايز اعترف لك بحاجه عشان بدات احبك. تقصد ايه؟ اصل انا لازم اتجوز خلال 55 يوم، والا هيضيع عليا ميراث جدي. واه، يعني انت هتتجوز عشان ميراث جدك؟ بس انت مش عارفه دول كام. كام؟ 30 مليون. اباي 30 مليون جنيه؟ ناقصين يعني عموله المحامي اللي هي 5%. يعني انا هتجوز واحد عندي 30 مليون جنيه رايح منيهم عموله المحامي في داهيه. احنا هننبر من دلوقتي يا ستي، لسه ما بقوش معايا، بس ان شاء الله هيجوا يعني. وانت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ وما فضلش غير 47 دقيقة. 47 دقيقة على ايه؟ بص، أنا كمان عايزة أعترف لك بحاجة. لا ريري، أوعى تصدميني. لا أوعى تكوني بتحب حد تاني. حد تاني إيه بس؟ هو ده وقته. أمال في إيه بس؟ واه؟ مالك؟ ماسك راسك كده ليه؟ مش عارف، حاسس إني دايخ وعايز أنام. الحالة دي بتجيلك كتير؟ لا لا لا، ما تقلقيش. أقولك إيه، أنا جامد جدا. واه فارس، يا أستاذ فارس، أنت هتنام من دلوقت؟ أمال لما تتجوز هتعمل إيه؟ أنا هفضل جنبك لغاية مستر فارس ما يتجوز. أنت لازم يكون في حد جنبك وأنت بتمتصي الصدمة، وبعد كده نفوق بقى. ها، نفوق إن شاء الله. بقولك إيه؟ أنت آخر مرة خدت فيها إجازة إمتى؟ يعني السؤال ملوش أي تلات لازمة خالص دلوقتي، ولكن أنا مستحيل مستحيل اخد اجازه طول ما انت موجوده. انت موجوده انا موجود، عشان خاطر احنا عندنا كام فريده يعني. ها؟ طبعا. شوف شغلك. حاضر، هشوف شغلي. يا اهلا وسهلا بالكليج وناسها، يا مرحب بالدينار والريال، منور يا فندم منور. الباشا هندي؟ باخد بالروبي عادي، مفيش مشاكل. هندي مصري؟ يا اهلا بالسياحه الداخليه. امال فين الشنط يا فندم؟ انت مين يالا؟ انا البلبل. بلبل ايه؟ اخلص. انا سعيد البلمن. سعيد البلمن؟ ده زي سعيد الهوا. انت اسمك ايه؟ شغلتك ايه؟ انا شغلتي سعيد واسمي البلمن يا فندم. اسمك البلمن؟ عايز ايه؟ انا جاي استقبل حضرتك يا فندم عشان ابقى مع حضرتك طول اليوم من اوله لاخره. سعيد. ايوه. بقك ده يلزمك؟ يبقى اسمع الصمت. يا فندم، مين فيكو فارس قنديل؟ مين السؤال؟ مين فيكو فارس قنديل؟ انت اللي مين وعايز ايه؟ انا اللي مين؟ مقدم حسن البنهاوي، المباحث العامة. مباحث؟ ما دام مباحث اسأل براحتك يا باشا، مش تقول يا سعيدني ان الباشا مباحث. والله ما كنت اعرف، أنا كنت فاكره سياحة داخلية، معرفش إنه ظابط في الداخلية. سعيد، هندي ها؟ إحنا آسفين جدا يا فندم، مستر فارس قنديل للأسف مش موجود النهاردة دلوقتي. بس إحنا ممكن نبقى مكانه عادي يعني. يعني هو هنا ولا مش هنا؟ أنت شايف إيه؟ أيوة يا فندم. جات لنا إخبارية إن في عملية إرهابية هتتم في الأوتيل النهاردة. عملية إرهابية؟ يا نهار يا أمه.
هنا في الاوتيل؟ امال في البيت يا فريده؟ يا فريده انت ليه الكلام بيوصل لك متاخر؟ بتاكد بتاكد انت كل شويه متاكده يا فريده؟ اه من حقي. لو سمحتوا حلوا مشاكلكم بعدين. سوري يا فندم سوري. احنا وصلنا ان في حد من النزلة اي فندم هيفجر نفسه بحزام ناس. لا ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انت؟ لا والله مش انا. انت؟ لا والله من انت؟ مش والله من. لا اي حد من النزلة هيفجر نفسه هنا انا مش هقدر احميه. ايوه انا لسه ما وصلتش لشلتر التفجيرات. تفجير؟ لا لا. مين ده؟ ده الجهبذ بتاعنا دكتور الاوتيل. ده؟ ما انا شاكك فيه ليه؟ احساسك في محله. انا شاك فيك يا فندم. ده امجد يا فندم. هو حضرتك عرفت يا باشا؟ انا الماضي نسيته من زمان وبعدت عنه والله العظيم. بحاول اتغير يا باشا. انا دبت والله. وبعدين يا باشا لو حضرتك عايز تاخدني معاك انا تحت امرك. انا تحت امرك يا باشا. ايه يا دكتور؟ ايه الله ما تنشف شويه. انت دكتور محترم يا اخي. شويه ثبات انفعالي. بعد اذنك تعالى هنا. رايح فين؟ انا اصلا كنت مقدم على اجازه 7 سنين مفتوحه بس هروح اخدها وارجع على طول. طالما حاولت الهرب يبقى انت مشترك في الجريمه. والله العظيم ثلاثة انا مشترك في اي حاجه غير ان انا واقف في الريسبشن مع الاخت دي مش اكتر يا فندم. انا سحبتها يا جماعه يا جماعه. ركزوا معايا. مركز يا باشا مركز. ركزوا معايا. حضرتك بتوطي صوتك وتعلي فجاه ليه؟ اصل انا بتخض يا فندم. طريقه اتفضل. احنا عايزين قايمه. ايوه بالنزلاء في الاوتيل. احنا في صراع مع الوقت. ايوه فندم. في صراع مع النفس. ايوه فندم. في انا مش مطمن. ليه بس يا باشا؟ حضرتك مش فاكرني؟ انا هو انا ده. كانش وقته تنام دلوق واصل. عامل ايه بس يا ربي؟ فارس يا استاذ فارس يا فارس بيه. وبعدها لك عاد بعدها لك عاد. قوم قوم. سلامتك من الخضه يا حبيبي. ايه ده انا فين؟ انت هنا في اوضه النوم. احنا خلاص اتجوزنا؟ يا ريت. امال انا هنا في اوضه النوم بعمل ايه؟ اصلك نمت مني فجاه فانا قلت في عقل بالي اكيد البت الغلاوية دي حطيت لك حاجة علشان ما تتجوزنيش. فريدة؟ ايوة هي المعدولة. علشان اكده قلت اجيبك هنا ونشوف هنعملوا ايه. نعملوا ايه في ايه؟ هي دي قطي ولا قطك؟ لا دي قطي انا. مرحبا مش قطي ليه طيب؟ يا عيب الشوم ما يصحش. وبعدين في قطك هيعرفوا احنا فين. واحنا بنستخبى منهم ليه؟ معرفش بس انا قلت يعني نقعد ونشوف هنعملوا ايه. اه نعملوا ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي مكتف ايدي ورجلي كده؟ مين اللي عمل كده؟ انا يا حبيبي. مبسوط؟ جاوي. لا يا ايه؟ معلش يا جماعه انا اسف انا اسف. غصب عني بتطلع بشكل لا ارادي. يا جماعه يا جماعه اي حد هيتعور من الانفجار انا مش هقدر اعالجه. ايوه انا اقدر اعالج انفجار معوي انفجار زي ده لكن انفجار حقيقي لا. ابوس راسك اسكت شويه. الدكتور اللي جاي مرضنا ده يعني معقوله اموت متفجر وانا لسه ما خدتش تيبس؟ سعيد هندي اهدى. هو مش يمكن الارهابي ده موجود في اي اوتيل تاني حضرتك؟ حضرتك بقى اللي عارف الارهابيين بينزلوا في اي اوتيل. ما تخليكي في نفسك يا فندم. استنى. ايه والله ما عملت حاجه. ارجع. حاضر. مش انت وانا بخليك تركن. ارجع بالصوره. حاضر. انا اسف انا مش فاهم غلط. انا اسف. دي صوره واحده ست حضرتك. عجباني. انت بتدخلي في شغل ليه؟ في يا جماعه لعلمك بقى اللي هيفجر الاوتيل واحده ست. ايوه ما هي تقصد كده برضو. يعني هو من قله الرجاله حضرتك؟ قله الرجاله ايه؟ يعني ايه بقى مالهم الستات ان شاء الله؟ احنا بنتخانق مين اللي يمسك مصروف البيت؟ في ايه؟ معلش يا فندم بس ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. انتوا ليه مش مدركين ان في حد ممكن يفجرنا في ثانيه؟ انا مش بفرج الباشا على فيديوهات تيك توك. ممكن تسكتوا؟ شكرا. عفوا يا فندم عليها. معلش يا ادهم معلش. اتفضل. مش صور الرجاله دي بيقول لك ستات ستات؟ لا 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 دي قله ذوق. دي بتدخل في شغلي. ايه يا جماعه بقى مش مكبره ولا حد فينا؟ ما حد يتكلم هيرد عليها بقى. هو حضرتك متعصب عليا كده ليه؟ اهدي يما شويه احسن يقبض عليكي مكان الارهابيه ويخلصنا منك. مش جايز تكون الست الارهابيه دي متنكره في صوره راجل. بس استنى يا فندم. رجع الصوره دي. حاضر. ايه ده يا فندم؟ صوره ايه حضرتك؟
دي مستحيل تكون هي الإرهابية، مستحيل. ليه مستحيل يعني يا فندم؟ عشان يا فندم يعني اتمنى لو حضرتك تسمح لي، يعني دي خطيبة مستر فارس صاحب القرية، فعشان كده بيقول مستحيل، بس حضرتك تشوفه طبعا. طب ايه رأيك بقى حضرتك ان انا نفس الصورة اللي معايا؟ رئيسة؟ هي اسمها رئيسة؟ الله أكبر، ظهر الحق. دي فرحانة ليه؟ الجوازة باظت. الجوازة ايه دلوقتي؟ بيقول لك هتفجر نفسها وهتموتنا كلنا مفرقعين. طب يا جماعة ما تعرفوش هما فين دلوقتي؟ فارس بيعت ليه على البيتش؟ يا جماعة في بنات واقفة معانا عيب كده. لا يا فندم، البيتش اللي هو الشط، سيم سيم يعني. طب يلا بينا يا جماعة على البيتش، اتفضلوا. لا والله. اتفضلوا. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل. أنا عايز أفهم، أنت ربطتني ليه أصلاً؟ أصل البت المعدولة اللي اسمها فريدة، قالت لي إن أنت بتمشي وأنت نايم. وصدقتيها؟ لا طبعاً. ما صدقتهاش وانا عبيطه؟ امال كتفتيني ليه يعني؟ زياده احتياط؟ لا بصراحه انا خدت منيها الفكره. يعني قلت بصراحه انا خايفه بعد ما اقول لك اللي عايزه اقوله لك ده تسيبني او تدور فيا الضرب. ادور فيك الضرب ازاي؟ ده انا متكتف اهو. وعد؟ وعد؟ قولي بقى. ذنبك على جنبك، انا حذرتك. انا حذرتك. لا 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 لا، انت بتعملي ايه؟ استنى بس، استنى. طب فكيني الاول. استنى بس، استنى. لا لا لا، انت مش فاهم حاجه. لا لا فاهم، ده انا فاهم. بقولك ايه، ده انا فاهم كويس قوي. بصي فكيني بس، هتلاقي حصان في الاوضه. بقول لك مش فاهم حاجه. طب ها ايه ده؟ انت بتصوريني؟ بصورك ايه؟ ده حزام ناسف. حزام ناسف. عايز انضباط، مش عايز تهريج. جو انا هتصور سيلفي مع القنبله ما بحبوش. الحزام الناسف ده خطير جدا، ممكن ينفجر في اي حته ويقطع اي جته. اللي اقوله يتسمع. تقدم تقدم، انبطح انبطح، تقهقر تقهقر، عشان لو حصل ان انا وانتوا وبراحوا فين؟ تقهقروا يا فندم. تتهزر؟ مش كانوا معانا على البيتش؟ لا والله يا فندم، اصل هم تكهكروا واحد ورا التاني هربوا. يا سلام. اكدب على حضرتك يا فندم، احنا داخلين على حاجه مش عارفين ايه اللي هيحصل لنا. والبنت اللي كانت معانا؟ قالت لي رايحه الحمام اظبط مكياجي. عايز تحلو قبل ما تموت؟ لا بتستهبل يا فندم، هم تكهكروا بس دي بتستهبل يا فندم، ما ينفعش اكدب عليك. حلو قوي الكلام ده. دول قلات الادب، تكهكروا من غير ما يستاذنوا. انا بقى يا فندم مؤدب، ممكن بعد اذنك اتكهكر؟ لا يا ادهم، معايا ما فيش تكهكر. ادهم يا فندم. تقدم. حاضر. اسرع معانا يا كريم، اسرع معانا يا رب. ايه ده؟ موميا؟ انتوا بتتاجروا في الاثار؟ لا يا فندم، ده هجين يا فندم حضرتك، ما بين راجل مصري اصيل اتجوز سائحه فرنسيه، فجابوا لنا كائن العدل والجميل، فهتلاقي حضرتك الشكل من عندنا بس الكلام من عندهم. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بونجور مسيو. بونجور ورحمه الله. بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس بيه؟ مش فارس؟ لا ما شفتوش خالص، ما شفتوش. بس انا شفت حاجه غريبه قوي. ايه؟ الست اللي هي المرعبه دي اللي لابسه اسود في اسود دي، رئيسه. ايوه، لقيتها ماشيه كده وشايله حاجه على كتفها، ها، ومربطاها. بني ادم، شكله بني ادم هو ده. فارس بيه غبي. ايوه ده شبه نفس فارس بالظبط. انت ليه محسسني ان ده بيحصل عادي كل يوم عندنا في الاوتيل؟ الطم يا فندم، يا فندم كده هتفجر نفسها في الفندق يا فندم، في اوضتها يا فندم. ادهم. ايوه يا فندم. انا بحملك المسؤوليه كامله. حاضر يا فندم. احنا في صراع مع الوقت. بالظبط، صراع مع النفس. ايوه، كل دقيقه معانا بتسوي حياتنا. سيات امي، فهمت يا فندم. حضرتك القنبله هتنفجر، فيا اما نتقدم يا اما نتقهقر. ادهم. ايوه يا فندم. تقدم. ايه ده؟ برم 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 برم. واه، مالك متنح كده ليه؟ طب انا لو ما تنحتش دلوقتي المفروض اتنح امتى يعني؟ ادي اللي كنت خايفه منيه. رئيسة بجد، الديناميت ده حقيقي حقه حقيقي ولا بتاع اطفال؟ عيب عليك، بحق وحقيقي طبعا. ومالك فرحانه قوي كده يا اختي؟ اصلي ما قلتلكش لو انا ما فجرتوش بنفسي هينفجر لحاله بعد 5 دقايق. وكمان هينفجر لحاله، هينفجر لحاله. بقول لك ايه يا فارس، انا بفكر انسفه بيدي عشان اخد الثواب. لا لا طبعا، تنسفي ايه؟ انت مين اللي زقك على المصيبه دي؟ الامير زعفران. امير زعفران بتاع الف ليله وليله؟ لا دوكها امير تاني، ده امير الجماعه اللي انا منيها. يا
جماعة إرهابية؟ عيب عليك تقول كده. لا، إحنا بنحارب أعداء الله، بنحارب الفسق والفسوق. فسوق؟ يا واعية، ما أنت جيت أهو، لا في فسق ولا في فسوق، وبعدين حتى لو في هنفجر نفسنا فيهم. أنا ما كنتش أعرف إن زعفران بيضحك علي. وديك عرفت الحقيقة. بس بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. 5 دقايق وينفجر لحاله. 5 دقايق؟ هنعمل إيه؟ ما عرفش. شكل نكته. هننفجر سوا. مالك بتقوليها برومانسية كده؟ هو أنت بتقولي كلام حب؟ مش أنت قلت لي إنك حبيتني وإنك عايز تشاركني حياتي؟ حياتك؟ آه، مش مماتك. بقولك طب ما تحاولي تقلعي الحزام. أصلي ما قلت لكش، زعفران قال لي لو حاولت أقلعه حينفجر لحاله. خلاص ننفجر سوا زي ما قلت لك. هي عزومة غدا؟ أنا مش فاهم. أنا ماليش مزاج أنفجر النهاردة، يوم تاني إن شاء الله. بقولك إيه، روح انفجر لوحدك، سيبيني أهرب بقى لو سمحتي، سيبيني. بقول لك إيه يا فارس، أنت كده كده ميت. وبتقوليها في وشي؟ الله يخرب بيتك يا زعفران الكلب. لا حرام، هتاخد ذنبه. كلها 4 دقايق وهتقابل وجه رب كريم. 4 دقايق؟ هنخش النار أنا وإنتي. لا، 3 دقايق و12 ثانية. يا نهار أسود. 11. يا نهار بكفاية. 10. استني. 9. الحقوني الحقوني يا إيه. الحقوني. 7. الحقوني. انتظر انتظر يا فلان يا فلان. إذا أنت لسه هنا؟ أجل لسه هنا. لماذا هؤلاء الأشخاص يجرون هكذا؟ دول رايحين ينقذوا مسيو فارس. ينقذوا مسيو فارس. ينقذوا من من؟ من البنت الإرهابية اللي جاية تفجر الأوتيل. بنت إرهابية تريد أن تفجر الأوتيل. ولماذا البنت الإرهابية تريد أن تفجر الأوتيل؟ لا لا لا، لحد هنا بقى وستوب. معلش دي أسرار ناس. لماذا لماذا قل لي؟ لا ما أقدرش. أنا فطن وأفهم وأقدر الرجالة. امسك. إيه ده؟ هذا مبلغ من المال. مبلغ إيه دي؟ ورقة شجر. حمار، نحن في الصين نعتبرها ب100,000 إيوان. إيوان ينطح إيوان، بمعنى أنها تساوي بيت ملك ومزرعة. 100,000 إيوان؟ إحنا معنا إيوانات كتير قوي هنا على كده. يا لهوي. فلتقول لي لماذا البنت الإرهابية تريد أن تفجر الأوتيل؟ ما أنت بتقول إرهابية، يعني هتعمل إيه يعني؟ أجل صحيح. طب فرضنا جدلا أن فارس فجر فلسع، من سيورثه؟ والله مش عارف، اصل الراجل ده يعني ما اتجوزش لحد دلوقتي ومقطوع من شجره كمان. مقطوع من شجره، ولماذا لم يتزوج حتى الان؟ بص دي حكايه طويله قوي هحكي لك بعدين، انا عايز الحق التفجير. فعلا عندك حق، الحق التفجير، يلا يلا بسرعه. ايه ده؟ يا نهار اسود. طب البنت الارهابيه لو فجرت الفندق ما هيتفجر بيها انا كمان، ولسه ما خدتش حقي. يا نهار اسود. ما تبعدي شويه كده. ليه؟ بعد. ايه رايك يا رئيسه؟ تنطي من البلكونه دلوقتي. واه وبعدين؟ تفضلي تجري 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 لغايه ما تطلعي بره الاوتيل خالص. واه انا كده هنفجر لحالي. هو انت يعني كنت جايه تصيفي؟ ما انت جايه تنفجري. لا بس بعد ما عرفت انك بتحبني وعايز تتجوزني غيرت رايي، ما عايزاش انفجر لحالي. رئيسه اعتبري نفسك ما شفتنيش خالص. لا ما قدراشي، انا صح ما عارفاش كيف اكمل حياتي من غيرك. مش وقت سهواكة، فاضل دقيقة ونص هننفجر كلنا. لا دقيقة وثلاثة وثلاثين ثانية. ادخل. واه بوليس، انت بلغت عني؟ ابلغ ازاي؟ ما انا مربوط اهو. اتفضل يا باشا. امال مين بلغ عني؟ انا مش عرفني. خش يا باشا. يا رب يا ساتر. سلمي نفسك يا رئيسة، الفندق كله محاصر. يا عم هملنا ندلوك وخلينا في الهباب ده اللي هينفجر فينا كلنا. انا بقولك ايه ده؟ هو فعلا قرب يفرقع؟ والنبي يا باشا فكني. شش. فكني يا ادهم. استوليت يا مستر فارس، مش هينفع اقوم. فاضل 17 دقيقة. قصدي يعني 17 ثانية. ايه؟ 16. 15. قدامك 13 ثانية وتعترف وعلق جنيدوكي. معلش يا فندم، هو فين رقم 14؟ اسكت. 12 11 10. رئيسة ده الإنكار ولا الحساب هيفيدوكي ولا العد تنازلي. الاعتراف هيحسن موقفك في القضية. قضية إيه يا باشا؟ كلها ثواني وهنبقى كوم تراب. 4 3
اتنين لا واحد. كان نفسي اتجوزك يا فريدة. ايه ده؟ واه ايه ده؟ ما انفجرش لحاله، زعفران طلع بيضحك علي. بعد اذن حضرتك تقولي الاستاذ زعفران ان هو لما يحط متفجرات تنفجر يا فندم عشان ما يصحش كده، ولاد الناس مش لعبه، ثم كده بقى بلاخ كاذب. صح، انا هروح اقول له سلام عليكم. استني يا عروسه بلبس عرق البلح ده، رايحه فين؟ راجل بلح بحبه قوي بتاع شريهان. ايوه يلا عشان عندنا استعراض في الاسم. ريري ريري ريري، انت متأكد؟ ايه يا استاذ فارس بالراحة، خارجين من حزمة ناسفة وقنابل، في ايه؟ عايز ايه يا سيدي؟ انت متأكد يا حضرة الضابط ان الحزام بتاع الرئيسة مش هينفجر؟ ايوه يا سيدي، خبير المفرقعات قال كده. وبعدين قلقان من ايه؟ ما هو معانا في البوكس. انا خايف عليك انت يا سيدي. ما تخافش عليا، خاف على نفسك. بقولك ايه، يبقى بخر المنتجع. ماشي حاضر حبيبتي يا رئيسة. انت لسه لغايه دلوقتي بتقول رئيسة؟ لعلمك بقى، رئيسة مجني عليها مش جانية. ما شاء الله. طب على كده بقى عندك استعداد تتجوزها وتشيل عنها كام سنة من اللي هتاخده من السجن؟ اه انا هستنى شوية. استناها لما ايه؟ تخرج من السجن؟ لا يعني استنى لغاية ما الاقي عروسة تانية. برضو؟ تمام. دي مالها؟ الله العظيم كانت هتبقى جوازها قنبلة. لا بلاش قنبلة دي احسن تفرقع. يا رب الجدع السن ده ما يشوفني يا رب ولا يطلب مني اي حاجة. استر استر يا رب يا رب. عدوي عدوي. ايوه ويت بليز كم هير يا ابن الفرتوسه. فرتوسه؟ لا عيب، اه انت اللي فختوس وستين فختوس. لا ماذا فهمت؟ انت بتشتمني. نو هذا احترام. احترام ايه؟ الفرتوس حيوان مقدس نقدسه عندنا في الصين، مثله مثل الصرعوف تماما. صرعوف ايه فرتوس؟ خلي بالك الحاجات الصينيه هنا. نو هذا احترام زائد. مش عارفه انا حاسس شفتك قبل كده. أه؟ اه لا اظن اننا تقابلنا من قبل. هل ذهبت الى الصين؟ الصين او الصون؟ صون او الصان؟ ايه ده؟ انها بلدان بجانب الصين، هل ذهبت اليها من قبل؟ لا والله عمري ما رحت الحته دي خالص. اذا لن تراني ولا في الاحلام. ماشي سيدي شكرا شكرا. عايز حاجه بقى؟ انا اروح اشوف. اريد ان اسالك سؤالا. ايه؟ اليس كذلك ان فارس يريد الزواج باسرع وقت؟ اه صحيح. لماذا؟ لا لحد هنا بقى وفول ستوب. معلش دي اسرار الناس. سيبك من الناس وكلام الناس، فلتقل لي لماذا؟ لا انا مش هقدر اقول. سافعل لك اي شيء. اي شيء؟ اي طلب. يعني طلبت اي حاجه بجد؟ كم نظرك؟ والله العظيم بس دي ثلاثة ودي اثنين ونص. سأجعله لك ستة على ستة. ستة على ستة؟ في كل حتة. ايه ده انت بتفرش فين؟ في ميدان العتبة بفضل تعويذة التنين. ماشي ماشي انا عايز تعويذة التنين ده. قولي عايز ايه؟ لماذا يريد الزواج بأسرع وقت؟ بص يا سيدي، ميسيو فارس عايز يتجوز بسرعة عشان خاطر يورث. اه ليه بقى؟ ما عشان خاطر هو مكتوب في الوصية انه مش هينفع يورث من غير ما يتجوز. اه فاهم؟ هو لازم يتجوز عشان خاطر يورث. اه انت فاهمني؟ اه ابطال الجمهوريه عدى عدى بتعزل قوي. دعك من هذا. ماشي ايه بقى؟ سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. بيبي. شكرا. فلتذهب الى الجحيم. ايه ده انت فين تعويذه التنين؟ انت لا تحتاج الى تعويذه التنين، انت تحتاج الى تعويذه البرص. ماشي هات تعويذه البرص. فلتذهب الى الجحيم. هات يا عم انت برا. انت بتزعلي كده ليه يا عم؟ برا. انت ضحكت عليا. حلو قوي، عرفنا فارس ليه عايز يتجوز بأسرع وقت. صباح الخير. صباح ليه مش الشناوي؟ مفيش مفيش خالص. هو ايه اللي مفيش؟ مفيش غرف اللي زي حضرتك.
يعني بص انا هنصحك نصيحه، في ثلاث اوتيلات بره تحفه، ممكن اديك ارقامهم. يا بس انا حاجزه وعامله كونفرميشن. ماشي فندم، قولي كونفرميشن تاني كده. كونفرميشن يا جمال. كونفرمك وانا ازاي اكد لها كونفرميشن؟ انت لسه ما شفتهاش. اما دي لو ما عملتهاش كونفرميشن مين هيكونفرمر له؟ ما شاء الله لوحه زيتيه واقفه معانا. مني لله. ما تقلقيش على نفسك، ده خير ما عملت. طيب بسم الله. هو حضرتك حاجزه دبل ولا تريبل؟ لا انا حاجزه سنجل. معلش مين ده كمان حاجزه سنجل؟ سيبك منها، لك هي بتسال اسئله ساذجه. هو عين حضرتك لينسز ولا طبيعي؟ لا طبيعي. ما شاء الله، دي لو اتجوزت مستر فارس هيخلفوا اطفال اتش دي. لك نورانا. اتفضلي. ابعد اوضه في الاوتيل. لا انا عايزه اوضه قريبه. ها؟ معلش يا فندم، سؤال تاني بس. وحضرتك من المجر ولا من المنصوره؟ نعم. يبقى من المنصوره، منورانا يا ست الكل. اتفضل يا فندم، ادي كارت غرفه تاني. حضرتك هتمشي كده على طول يا فندم، بس عايز تمشي كده، عايز تمشي كده، الاوتيل كله بتاعك، اعمل اللي انت عايزاه. ميرسي. العفو، قولي ميرسي تاني كده يا فندم. اوه انت كويس؟ يا قوة الله مارلين، من روح على هند رستم على شوية سعاد حسني ضربوا في الخلاط طلعوا حاجة أنا عمري ما شفتها قبل كده. تخيل كل الجمال ده وسنجل. اسبريسو سنجل؟ اسبريسو. اسبريسو ايه؟ طمنتني. هروح اجيب المأذون بقى عشان تلحق تورس يا معلم. ورس ايه؟ تنسيت؟ طبعا حقك تنسى. انا نفسي نسيت ان انا غلاب. غلاب مين؟ بنتني عليك ان شاء الله هنورس.